الله في ثانوية بلينك ليف سنة 2021. النهاردة هنتكلم على الانبرام، حفلة الانبرام. هنا هيكون اسبوع التذكير، التكتات 10 دولار لكل نفر. اول يوم هيكون يوم 3 في شهر مايو، يوم 5 في شهر مايو، ويوم 7 في شهر مايو. وهم الثلاثة هيكونوا في يوم، اول واحدة هيكون في يوم يوم الاثنين، تاني واحدة هيكون في يوم الاربعاء، واخر واحدة هيكون في يوم الجمعة. هتكون في الكافيتيريا عند المدرسة من الساعة 8 ل 9 الصبح. هيكون عاملين اكلات، حفلات، ممكن تكسبوا جوائز وكذا حاجات تانية. وهيكون برضو عاملين فيلم من الساعة 9 للساعة 10. بس دلوقتي اللي اسبوع التطبيق. دلوقتي هنتكلم على حفلة الانبرام في 2021. التكتات لكل نفر 20 دولار، ولو هتجيبوا نفرين، لو هتكونوا نفرين مع بعض هتكون 30 دولار. الحفلة هتحصل في شهر مايو يوم 8 في سنة 2021، وهنفتح بيبان 6:30، بس الحفلة ذات نفسها هتبتدي الساعة 7. هنكون عندنا حفلات في الحفلة، هنكون عندنا ألعاب، ممكن تكسبوا جايز، هنرقص، في برضو صور تقدر تاخدوها مع أصحابكو وكذا حاجات تانية. هنكون عندنا وجبات ممكن تختاروها، لو تعملوا تحط معلوماتكو في السايت اللي هتكون محطوطة لكو. واو، دلوقتي هيكون للأمبرام في 2021. تقدروا تجيبوا المعلومات، الويب سايت اللي محتاجينه تحط معلوماتكم للاكلات وكلها، ممكن تكلموا دكتور دياس في روم 111، تبعتوا لها رقم تليفونها، تبعتوا لها رساله، او ممكن تبعتوا لها ايميل، او ممكن تشكوا على النت لو محتاجين اي معلومات زياده. وهنا هذه الصوره احنا هنكون عاملينها في ارضيه كره القدم من ورا في جلينكليف. هيكون عندنا هنا هيكون للصور، في حته للالعاب للكوره هنا، هنا الروكس، هنا حته الروكس، هنا اللي عايزين تحط صور ان انتوا في اخر سنه وكده عشان تقولوا كانكم بتقولوا باي للمدرسه وكده. وهنا هيكونوا حاطين حتة أرضية فيها نار كده. وفي كذا حاجة تانية هنعملها نلعب فيها وكده في الأمبرام، حفلة الأمبرام. أنا ببعدك مش أنا يا عمري يا روحي، أنا تحرم ع روحي بيوم وحدي غيرك تسكنها، وحدي غيرك تسكنها.